بسم الله، النهاردة إن شاء الله هنتكلم كلام سريع كده على الأكوستكس. هنتكلم على الريز أند براكتس. طيب خلينا دلوقتي نبدأ إن احنا نعمل تون. أقول له أنا عايز أرسم تون مثلا، هيت وأروح دايس إسكيب وأقول له أوكي. وبعد كده هاجي هنا في 3D، عايز أحط حاجة أحسن من خلالها. ممكن تحط سماعة، تمام، او تحط نقطة بوينت. اقول له البوينت واروح مديله الرقم مثلا 2300، واروح مديله النقطة بتاعتي البوينت اهيت. ممكن برضه احط سماعة 2000 اهيت، ده على سبيل المثال. وتبدأ تشوف السماعة دي المفروض تبقى متوجهة لفين، تمام. ممكن عشان تتحكم فيها اكتر تقول له انا عايز اشوفها زاوية من زوايا، تحط مثلا سماعة في الاتجاه دوت زي ما تحب، ما فيش اي مشكلة خالص، لا مشاحة في الاستراحة، تمام. طيب انا هعلم على النقطة ديت، تمام، وهاجي هنا في الريس واقول له ده السورس بتاعي، تمام، واعلم على الزون. واجي هنا اقول له ده الريفلكت، ومن هنا بقى احدد كمية الزوايا اللي انا عايزها، واقول له بقى شكل الصوت هيبقى في جميع النواحي، منتظم مش منتظم. ممكن اقول له راندوم مش منتظم. هيعمل انعكاس كام مره، خليها مثلا 13، تمام، واقول له اعمل جنريت زي ما انت شايف. تمام، ممكن اقول له انا عايز حاجه ستاتيك فيجيبها لي بالشكل دوت، محدش يتخض، تمام. عايز اعمل ريفتور كفرج هيجيبها لي بالشكل دوت. انيميت فيبدأ يشغلها لي، ممكن انا اتحكم فيها، تمام. ممكن اهي دول مثلا عايز اشوفهم، يبدأ يتحرك وتشوف شكله بعمل ازاي. وتقدر تيجي هنا تتحكم في عدد الريس الخارجة، ممكن مثلا تصغرهم تخليهم مثلا 400، تقول له جنريت، تمام. وهنا هتلاقي زي دليل إرشادي إن كل من دول ليه المعنى بتاعه، ده أحمر مثلا يبقى في صدى، الأخضر كويس، الأصفر يسفل، وهكذا. وعشان تطلع معاك الاعداد مظبوطه، في نبقى مدين البرنامج المعلومات بتاعه الزون، فبقول له زون فوليوم فبيبدا يحسب لي الزون فوليوم. او تيجي على الزونه نفسها وتقول له احسب لي الحسابات بتاعتك، تمام، الانفورميشن هيت، تمام. هو يبقى معاه كميه الفوليوم، وتدخل المعلومات اللي انت محتاجها في قلب الزونه، تمام، زي المعلومات الخاصة بالديزاين، بالأكيوبانسي، في كم شخص موجود، الحاجات دي كلها، والإعدادات بتاعة الحوايط. حوايط هيت مثلا ممكن تقول له سيلكت لكل الحوايط، ونفس الكلام في السيلينج والروف. دي الخصائص بتاعة الحتة ديت، هتدخل هنا وتبدأ تدخل المعلومات الخاصة باليو فاليو بالسولار وكل المعلومات، على أساس تعمل الحسابات كلها. اللاير بتاعة الحوايط تقدر تضيف أي لاير زي ما أنت عايز، مجرد تيجي هنا تقول له أتو لاير فتضيف اللاير اللي أنت عايزها، وممكن تيجي هنا تلغي أي لاير. وهنا هتبدأ تشوف القيم بتاعتك، تقدر تتحكم فيها بالشكل دوت أو تكتبها مانوال هنا، كم هرتز وهكذا. ده كده انت بتدخل المعلومات مظبوطة بحيث ان يطلع لك الاناليسيس بتاعك يطلع مظبوط، تمام. لو قلت له اعمل حسابات يبدأ يطلع لك حسابات مظبوطة اهوت، وكذلك الريبورت برضو يطلع مظبوط. هنتكلم عن الحاجات دي قريب ان شاء الله.